وللحديث عن إحياء المتظاهرين لذكرى استشهاد الناشط إيهاب الوزني والانتقادات المستمرة لإفلات قتلة المتظاهرين في العراق من العقاب، معنا من كربلاء الناشط في التظاهرات الأستاذ محمد الخياط. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك سيدتي ومشاهديكم الكرام، حياكم الله. شاركتم اليوم في إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد إيهاب الوزني، ماذا يعني أو تعني لكم كمتظاهرين هذه المشاركة والرسالة التي أوصلتموها اليوم؟ سيدتي العزيزة، الحقيقة اليوم حضرت جماهير كثيرة من أغلب المحافظات العراقية، سواء كان المحافظات الغربية أو الجنوبية بل حتى المحافظات الشمالية، وكانت اليوم الجماهير تردد ضد هذه المنظومة السياسية شعارات المرفوعة اليوم، كان ضد هذه المنظومة السياسية الفاسدة والشعارات يعني التي انطلقت اليوم من حناجر الجماهير الرافضة للظلم والرافضة لهذه الثغرة السياسية التي جثمت على صدور العراقيين. اليوم كانت الشعارات هنا في ساحة الأحرار في كربلاء بصوت واحد ترفض وترك كلا إيران من ضمن الشعارات، كلا أمريكا، وكانت الجماهير في حالة غضب وفي حالة استنكار لهذا التشويه والمماطلة من قبل السلطة، لا قبل الحكومة. نحن لا نعيش الآن في ظل حكومة بل في ظل سلطة حقيقة هيمنت على مقدرات العراقيين، وهذا الدمار والفشل والخراب الذي يعيش العراق كل العراقيين في كل المحافظات العراقية. لذلك اليوم ذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد البطل إيهاب الوزني وحدت العراقيين في أغلب المحافظات هنا في كربلاء. نحن الحقيقة أيضا طالبنا من خلال كلماتنا اليوم ومن خلال كلمات المحافظات أغلب المحافظات العراقية اليوم، طالبنا بالقصاص من القتلة ومن الذين قاموا بقتل أغلب المتظاهرين من ضمنهم الشهيد إيهاب الوزني. مطالبتنا لم تنتهي وشعاراتنا لم تنتهي، ويبقى مطلب الأول هو إسقاط هذه المنظومة السياسية الفاسدة بالكامل. ونطالب أيضا، وهذا كان ضمن يعني مطالبنا العامة اليوم وأيضا يعني في كل ساحات التظاهر، في الحبوب، في الناصرية، في ساحة التحرير، في كل مكان، نطالب بالقصاص من كل القتلة. نحن قدمنا المئات من الشهداء وقدمنا الآلاف من الجرحى، وكل هذه الجرائم وكل هذا القتل اليومي الممنهج لكل من كل العناصر الوطنية التي، لكن هذه أستاذ محمد هذه المطالبات لم تجد آذان صاغية من السلطات الحكومية، بل هي ترفض فتح ملف اغتيال الوزني وغيره من الناشطين على الرغم من معرفتها بمن يقف وراء جرائم الاغتيال، كيف يمكن تفسير ذلك؟ سيدي العزيز، أولا الذي يقتل ويقتل بسلاح السلطة، الأحزاب هي التي تقود هذا البلد والميليشيات المهيمنة، كل الميليشيات لا يستثني أحد، لا يستثني أي قتلة أو حزب سياسي من هذه العملية، كل القتلة التي لديها أدرع مسلحة هي موجودة الآن في السلطة، والذي يقتل ويقتل بحماية السلطة وجزء من السلطة، والذي قتل إيهاب وجزء من السلطة يحمل سلاح السلطة، كما قتل العديد من المتظاهرين بسلاح الحكومة مجري الجويني الشمري في على جسر الزيتون في الناصرية، وأيضا الذي قتل في جسر على في ساحة التحرير. لذلك يا سيدتي العزيزة، نحن نقول بأن هذه التظاهرات والمطالب الموحدة والشعارات المرفوعة اليوم في ساحة الأحرار في كربلاء كانت مطالب موحدة، وكأنما يعني كل ما يزداد قتل هذه الأحزاب وهذه الكتل وهذه الميليشيات الوقحة، الميليشيات التي تقتل على الهوية في كل مكان، كما يكون القتل هناك في الأنبار وفي كركوك وفي كل مكان وفي الموصل، أيضا في الناصرية وفي كربلاء، هذه الأحزاب والميليشيات حقيقة استبدت كثيرا، ويعني ولم تتوانى بقتل أي مواطن عراقي. هذا كلام يعني أنا من خلال قناتكم الكريمة أوجه نداء، هناك أيضا من يدعي بأن هناك لجان حقوق الإنسان، لدينا عشرات من الدعاوى موجودة في المحاكم لن تفعل، لكان قاتل ومحمي من هذه الأحزاب والكتل. لذلك نحن نقول ونتحدث السلطة بأجهزها وميليشياتها بأننا مستمرون لحين
نعم. القصاص والحين اسقاط هذه المظاهر، ولا سيما ان المطالب التي خرجتم ولا سيما ان المطالب التي خرجتم من اجلها منذ اليوم الاول للثوره حتى اليوم لم تلبى ولم يتم العمل عليها من الحكومه الحاليه. اسمح لي اسالك في زاويه اخرى، ماذا يعني عوده التظاهرات الى العديد من مدن العراق على الرغم من الممارسات والاعتداءات من السلطات الحكوميه؟ سيدي العزيز، اولا التظاهرات لم تنقطع في ساحات التظاهرات مستمره، واستطيع ان اقول بانها اذا لم تكن يوميه فهي شبه يوميه موجوده في ساحات كل ساحات التظاهرات، هنا في كربلاء او في ساحه الحبوب في الناصريه، بل حتى في ساحه التحرير وفي السباوه وفي كله في ساحه البحثيه في البصره، التظاهرات مستمره. طالما هناك ظلم وهناك استبداد وهناك قتل وهناك اموات ليليه على دور المتظاهرين، كلما يزداد القناع كلما نزداد تغردا على احزاب السلطه. كلما يحاولون ان يقوموا باسكات اصواتنا، نحن نستمر برفع اصواتنا عاليا. لكننا وصلنا مع هذه الاحزاب ومع هذه الميليشيات الى الطريق المسدود، ولم يعد امامنا خيار سوى تحدي هذه السلطات. وفي كل الاحوال هم يقتلون، في كل الاحوال هم يريدون قتلنا، هذا لليموت لنموت بشرف، ليقتلونا بشرف في ساحه التظاهر بدلا من الخدوع والشكوك في هذه كثير الاحزاب. هم لا يريدون الاصوات الوطنيه التي تطالب باحقاق الحق وتطالب بالمساواه والعداله الاجتماعيه بالقصاص اذا القتله، هم يريدون منا ان نسكت، نحن لن نسكت. نحن خرجنا باهداف وطنيه، يعني اهداف وطنيه واضحه للجميع رغم القتل. يعني اليوم وفي مكان الشهيد ايهاب الوزني وقفنا شخصيا في يعني وقفنا في نفس المكان الذي يقف فيه ايهاب الوزني، وكنا نتمنى أنا شخصيا أتحدث معكم، أتمنى أن أنال شرف الشهادة كما نالها زميلي وأخي وصديقي إيهاب الوزي. هذا هو هدفنا، نحن نموت ولن نستسلم لهذه الكتل والأحزاب، وهذا هو شعارنا الذي اليوم ردد هنا في كربلاء وفي ساحة الأحرار في كربلاء. نعم أستاذ محمد، هذا الحراك الموجود الآن هل ترى فيه بداية عودة لزخم التظاهرات والثورة كما انطلقت في عام 2019؟ سيدي العزيز، اليوم كان لنا حوار ونقاش، يعني هذه الفرصه اليوم كانت بتواجد العديد من الاخوه الناشطين المدنيين منذ تظاهرات 2011، كان اليوم لدينا لقاء معهم وتداولنا حول توحيد المواقف. في الايام القادمه سيكون لنا ايضا لقاء في العاصمه الحبيبه بغداد لمناقشه الامور وتوحيد الحراك والعوده الى عملنا في عام 2011-2013 من خلال تنسيقيه التظاهر ورفع الشعارات المركزيه بعيدا عن الكتل والاحزاب خاصه، وان الحركات التي وهذه ايضا لمشاهديكم الكرام ولكم ايضا في القناه، اقول بصراحه بان الكتل والاحزاب التي خرجت تدعي بانها خرجت من تشرين، هذه هؤلاء لا يمثلون الا يمثلون انفسهم ومن معهم، نحن لا احد يمثلنا. وهذا ايضا كلام اتمنى على قناتكم يعني أن يستمع المشاهدين لهذا الكلام، نحن لا تمثلنا أي كتلة ولا حزب، ولن نضع يدنا بيد كل هذه الكتل والأحزاب. الحقيقة لدينا اليوم تنسيق، وكان لدينا حوار وحديث، يعني استطعنا من خلال هذا اللقاء اليوم مع بعض الأخوة في المحافظات من بغداد والحلة والديوانية والعديد، وحتى كان أخوان معنا مستعدين أيضا، كان لدينا اليوم حوار وحديث حول الخروج لتنسيق أو توحيد المواقف. وإلى في الأيام القادمة لقاء موسع نتمنى أن يكون ويحضر جميع إخواننا في المحافظات الأخرى لكي نخرج بتوحيد المواقف والعودة من جديد بقوة هذه المرة إلى ساحة التظاهر بعد فشل هذه الكتل والأحزاب، الفشل المستمر وهذا الصراع بين الولائيين لإيران وبين جماعة مقتدى الصدر، وهذا الصراع حقيقة يدفع ثمنه المواطن العراقي. نعم سيدي. من كربلاء عبر الخط الهاتفي الناشط في التظاهرات الأستاذ محمد الخياط، شكرا جزيلا لك.